احنا كان في معانا اتصال تليفوني مع كابتننا الكبير كابتن فكري صالح وراجل قال وجهه نظره الشخصيه لو هو صاحب قرار هيخلي مصطفى شبير هو حارس مرمى النادي الاهلي. بص الايام بتقول لو الشناوي جاهز 100% او اكتر من 90% الشناوي ممكن. الايام بتعيد نفسها. كابتن شبير عشان ما بقاش غلطان لو هم اتاكدوا يعني في 83 او 84 لو الشناوي جاهز 100% الشناوي يلعب، لو نظر للخبرات الكبيره التراكميه لو 99% شوبير اللي انا بقول لك الايام هتعيد وهرجع لك من النقطه دي ان ده النهارده مصطفى شوبير بيلعب نهائي من 39 سنه. كابتن احمد شوبير لعب مباراه في سنه 83 او 84 في نهائي الكؤوس وتصدى لضربتين جزاء وكان سبب من اسباب فوز النادي الاهلي بيها، حاجه تفرح. وعجبني مصطفى شوبير من زمان والناس كانت بتقول لي انت بتطبل ليه. انا قريت بس اديني هقول لك حاجه سريعا، انا مره شفت مصطفى شوبير قبل ما في بدايته يا طارق وهو بيقول كلمه، انا كل اللي بينتقدني ده هيتصور معايا وهمضي له على اوتوجرافات وانا هثبت ان انا جون كويس. فاكر انا الحوار ده لما جه قالها قال لك ده غرور ومش غرور، لا دي ثقه، دي ثقه. ولكن افصل تماما بتحب كابتن شوبير ما بتحبش كابتن شوبير، ده واحد لسه بيبتدي حياته. لا شوبير ماليش دعوه، انا ببتدي احنا بنتكلم على حارس واعد في ناس هي فعلا هو يعني انت في معشم اللي هي مشكله الناس هنا في مصر اللي هم بيربطوا ان اكبر مشكله عند مصطفى شوبير اللي هو ابن كابتن احمد شوبير اللي هو بقى بيتقال يعني بغض النظر عن بيحبوا كابتن شوبير او ما بيحبوش العاملين اللي هو بقى انت تلعب واسطه انت عشان ابوك احمد شوبير انما هو فعلا هو حارس كويس. يعني مصطفى شوبير لو ما كانش والده الكابتن احمد شوبير عمرك ما كنت هتلاقي بقى اللغط دي النقطه. عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بتتكلم والحاجات دي الشناوي وحش صح، انا مش عايز اقسم بس تكنيك الشناوي في الكوره اللي صدها مصطفى شوبير الشوط الاول كانت دخلت. عارف ليه؟ لان الشناوي من النوع اللي بخطواته ابطا وتبتدي تزيد في الانفراد، لكن مصطفى شوبير لو لاحظت من اول لما الكره اتلعبت هو ضرب السبرنت بتاعه ده وعارف هو بيعمل وعنده حتى هي مدرسه نوير دي. هو طلع بمدرسه نوير ان انا فاتح ايدي فاتح رجلي سبق هو قرا انا هعمل ايه او اللعيب هيعمل ايه. لو الشناوي كان في الكره دي انا بقول لك الكره دي كانت هتخش لان كان زمان الشناوي تكنيكه في الانفراد برضه لسه ما حسمناش كلام لا احمد الشناوي محمد شناوي طبعا انا لا شناوي. لا انت بتظلم انت بتظلم لا 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 انا لو انا مدرب انا هلعب مصطفى لا يمكن. انت دلوقتي ما جربتش خلي بالك كل الاختلاف ده جميل انا هقول رايي وراي الاخر اقول لك طريق حاجه اقول لك حاجه كل اهلاوي زياده في استاد القاهره بيطمن مصطفى مش بيخوفه لان هم بيتي جمهوري اهلي، لكن هناك الحسبه مختلفه، هناك القصه مختلفه، هو عنده انه يقدر يقف لكن هتبقى بتظلمه لان انت وارد حارس المرمى يغلط صح، وارد يغلط انت الشناوي بجلاله قدره احنا بنغلط على الهوا في الكلام تمام. ايوه لا لو حتى الشناوي نفسه في الفاينل السنه اللي فاتت غلط لو مصطفى شوبير غلط في بدايه المباراه وهو مبتديها مش هتعرف تلمه ولو لو ما غلطش وعمل تصدي مثلا زي اللي عمله في الماتش اللي فات ده هيبقى خلاص هو السوبرمان بتاع النادي الاهلي. بس انت ما ينفعش تريسك هناك.